دينامية الجماعة، فالجماعة هي كل لي أكثر منها تجمع. فالجماعة هي ليس مجرد مجموعة من الأفراد، وأن سلوكه الاجتماعي أثناء عمل التفاعل الاجتماعي يختلف عن سلوكه إذا كانوا فرادة. فكل هذا يسمى بالديناميات الجماعة، فتعرف أنها كل ديناميكي، أي يعني التفاعل الذي يؤدي للتغيير في أي حالة في أي جزء من أجزائها يؤدي إلى تغير في جزء آخر. فمثلا تغير علاقات القوة داخل الأسرة بموت أحد أعضائها أو انضمام عضو إليها جديد عن طريق الميلاد أو عن طريق الزواج. فديناميات الجماعة هي التفاعل مضاف إليها عنصر التغيير. فمن الواضح أن لا فردين ولا جماعتين متفاعلين يكونان أبدا نفس الشيء بعد حدوث عملية التفاعل، وإنما يتغيران إلى حالة أكثر أو أقل صداقة نتيجة عملية التفاعل، ولولا التفاعل لا يمكن التغيير أن يحدث. فمن مظاهر دينامية الجماعة هو التفاعل الاجتماعي والتكامل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية والتغير الاجتماعي. ويهتم دراسة دارسين دينامية الجماعة باكتساب المعرفة عن طبيعة الجماعة وخاصة القوة النفسية الاجتماعية المؤثرة فيها. فتحاول نظريات ديناميات الجماعة تفسير التغيير ومقاومة التغيير وتأثير الضغوط والقهر والقوة والتماسك والجاذبية والنفور والتوازن والاختلال والثبات مما يتعلق بالجوانب الدينامية في الجماعة. فهكذا تركز الدراسات على بناء وظيفة الجماعة وخاصة الوظائف